لو سمعت الفلوس هتجيب لي المكان. وانت ما تعنيش كنت في الهالي. انت مش عارف انا مين؟ وانت مش عارف انا مين؟ انت ازاي تكلم مامي كده؟ مامي؟ برضو سوري يعني والله كنت فاكرها اختك التوأم. فيها يا مستر بسيوني؟ ايه اللي حصل بس يا جماعه؟ الهوانم عايزين يدخلوا الحفله بس قالوا مع الاي دي عشان دي حفله خاصه. في ايه يا وسيم؟ انت ازاي تبدا الفرح بدري؟ انا لسه مخلصه كوافير دلوقتي. وانا ما لحقتش اعمل شعري ليه؟ وبعدين ايه كل التامين ده؟ في حد جوه عامل لك مشاكل؟ يا استاذه شيماء احنا الفرح ماشي زي الفل الحمد لله وان شاء الله هتبسطوا معانا جدا النهارده. ايه ده؟ استاذه شيماء ده انت جيتت في الشغل زي ما اسراء قالت لي بقى. هي قالت لحضرتك هو بالظبط كده بس ده شغل بقى. مستر بسيوني خليك مع الهوانم لو سمحت. اتفضل. بعد اذنك. بعد اذنك اتفضل. سكيورتي تامين حاله جيم. اتفضلوا هوانم. اتفضلي. 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 اهلا اهلا. اتفضلي. 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 ادخل فين؟ امشي ازاي؟ يعني حضرتك والدة مسز إسراء؟ أيوه. والدتها إزاي بس يا إخواتنا؟ أنا يستحيل أصدق. أنا قلت أنت أختها جارتها الصغيرة. مش معقول يا بسيوني بيه. أنا فعلا جارتها بس جارتها الكبيرة وساكنة في الدور اللي فوقيه. ساعدوني. دارك نايت. مسكته! أنا آسف معلش زي ما احنا يا جماعة مفيش حاجة. جميل! عطشان. سعدون! بلان بي المولد حالا. مستر بسيوني دي بقى صورتي قبل ما ابو البنات يخطبوا. الله كبرها. يا سلام قمر. انا شفت الصوره دي فين قبل كده؟ شفت الصوره دي فين يا واد يا بسيوني؟ ايوه في مجله الموعد. لا انا كنت بحب الشبكه اكتر فيها مناظر كتير. كلنا والله. يا فكرتني بالزمن الجميل. سلام. هو كان زمن جميل علشان انت كنت جميله وكنت فيه. بقول لك ايه يا وسيم، في شاب لطيف قوي قوي كده بيشتغل معاك في الاوتيل اسمه سلموني. بسيوني شاب ده كهل. انا كنت شفته قبل كده في حته بس مش فاكره فين بالظبط. هو ومراته. مراته ده ارمل. يبقى جايز صاحبته ده اهبل. يمكن عشيقته بقى. عشيقته ايه ده اهطل؟ لا ده هو سنجل ملوش في الحاجات دي خالص. حلوه قوي. هو ايه الجلاش؟ تحفه تحفه. الو. يا صباح الخيرات بسيوني سمير. بسيوني ايه المفاجآت الحلوه دي؟ ازاي حضرتك؟ انا اصلي بتصل علشان اطمن على مستر وسيم لانه ما جاش لحد دلوقتي ودي مش عوايده. انا يظهر اتصلت غلط. انا اسف. لا اسف ايه؟ لا انا حظي سعيد جدا اني سمعت صوتك يا فنان. يا خبر ابيض، انت شفت الكليب بتاعنا؟ ها وايه رايك فيه؟ اصلنا كفنانين يهمنا قوي راي الجمهور. ياه، وحضرتك معتبرني من جمهورك؟ يا خبر ابيض ده انت الجمهور كله. لا انت اكيد بكاش وبتقول كل الكلام ده لكل معجباتك. ايوه اوعى تكوني بتغيري من البسينه. البسينه؟ يعني ايه؟ جمهور البسيوني. ما هو في البسينه وفي البسيونرز. طيب يعني وانا هغير منهم ليه؟ دول كلهم اندر ايج. طيب بقول لك ايه رايك؟
بكرة نتقابل وأعزمك على فنجان قهوة، وبالمرة أحكي لك عن مشاريع الفنية اللي جاية. بكرة أفكر. تفضلي. ميرسي. أنا خدت أجازة ساعتين من الشغل علشان ألحق أشتري الجيرسي ده واجي عشانك. ما هو التيكت بتاعه باين، بس الحقيقة أنا خايفة أكون مع الطلاق. أنا ممكن أمشي. تمشي إزاي؟ ده أنت لو مشيتي الدنيا تمطر والسما تغيم والليل يليل والزعابيب تزعبب. الله، ايه الكلام الحلو ده؟ لا لا لا، انتوا الفنانين بكاشين وبتعرفوا تقولوا كلام يدوخ ويخش القلب. لا، ده مش كلام فنانين، ده كلام من القلب للقلب يا شكشوكتي. اسف جدا يا شوكه هانم، يظهر ان اندفاع الشباب خلاني انجز واقول لك كلام عاطفي بدري بدري. شكشوكه اسم طعم قوي. ميرسي ميرسي خالص يا بسبوسة. أنا أسفة جداً يا بسيوني بي، الظاهر إن اندفاع الشباب خلاني أنجز وأخد عليك بدري بدري. الحقيقة يعني دي أول مرة في حياتي أقعد مع حد غريب. رب يعدي يوم على خير يا رب يا رب يا رب، ما تعصبش على أي حد. إيه ده المكتب ما تنضفش ما تنضفش ما تمسحش. افتح يا مستر وسيم. افتح يا مستر وسيم. انا تمام انا تمام زي الفل، وانتوا تمام؟ تمام ايه، انا ما بكلمكش عن الفندق، انا بكلمك على البرد. انت جيت وخرجت 20 مره وبتتلاشانا، حاولت اكلمك على اللاسلكي انت قافله، ودي اول مره تحصل. انت قافش مننا ليه يا مستر وسيم؟ لا انا مش قافش منكم ولا حاجه، ما تضغطوش عليا بقى يا جماعه. خلاص انا زي التمام اهو. زي التمام يعني ايه؟ انت بتقول اي كلام. افتح يا مستر وسيم. حاضر حاضر. مفيش يا اخي، مفيش حاجه، انا زي الفل اهو، تمام الحمد لله. معلش بس استاذنكم تتفضلوا تطلعوا بره، محدش يتكلم معايا النهارده خالص. شكرا. نطلع بره يعني ايه؟ يعني ايه نطلع بره؟ انا عاوز اطمن عليك يا اخي. الله، انت زي ابني برضو، ما تكدبش عليا. ما تضغطش عليا. ما تكدبش عليا. انا بلعب. بتلعب؟ بتلعب ايه؟ بلعب لعب انا ومازو. حد بيطلب مننا طلبات واللي بيعملها صح بياخد فلوس، فلوس كتير قوي قوي. خلاص مبسوطين؟ مبسوطه بسيوني؟ مبسوطه جميل؟ طلبات ايه دي؟ طلبات يا جميل، طلبات عاديه يعني، حاجات متنوعه مش حاجه محدده. ايوه طلبات زي ايه يعني؟ طلبات زي ايه؟ انت قلت طلبات كمان مش طلب واحد؟ لازم اقول لك كذا حاجه؟ ماشي. اسمع يا سيدي، انا ومازو من احنا صغيرين واحنا بنلعب، اداني على قفايا وانا في تانيه. يعني الموضوع لا فيه اتش ار ولا ديل الفار ولا الهوا يا بسيوني، وكسبت فلوس بالعبيط بالعبيط، وضحكت عليك وبكدب عليكم من الاول. اهم حاجه بس دلوقتي اسراء ما تعرفش ولا تشوفني، لانها لو شافتني هضطر اقولها على كل حاجه، وهنقسم الفلوس اللي بكسبها بينا بالعدل. بلاش سرك في بير، بس بما انك ما بتعرفش تكذب، انت قلت ان انت مبسوط من شغلي وماشي في اجراءات تعييني. انا هتعين امتى بالظبط؟ الفايل بتاعك على مكتبه انا ما قدمتوش اصلا. اواطي الله يسامحك. طب انا وسيم لما كنت بتقول لي الفندق ما يمشيش من غيرك؟ بيمشي عادي يا بسيوني، عادي، انت ملط وانت عارف كده. دي حلوه قوي اللعبه ديت. طب انا عايز اسال سؤال، لون بكسارك ايه؟ ايه؟ لون بكسارك ايه؟ ازرق وعليه كابتن امريكا. طب اسم الحاجه ايه؟ لا كده ازعق. ناريمان. طب قوم ياض هات لي كوبايه ميه. حاضر. والحنفيه. ولو عايزها من الخزان كمان هجيبها لك. لا صعبت عليا. كفايه البوكسر الازرق يا كابتن امريكا. يا ناريمان. لا ده حلو قوي. اخرس يا واد، لما اسمرك هنا. عشان خاطرك يا بيسو والله. عايزك تطمن خالص يا مستر وسيم، اليوم هيعدي على خير من غير ما اسراء تقابلك. والواد الجعر ده انا هربهولك، وده وعد مني. ربنا يخليك يا مستر بسيوني. الحقيقه انا ما بثقش فيك خالص، لان انت راجل ملط وانت عارف كده، بس انت الحقيقه راجل طيب. اهو شفت الموبايل ما رنش، يبقى انا ما بكدبش، يبقى انت فعلا راجل طيب. شوف الفال الطيبون للطيبات. انا طالب منك اتش وكار. ايه
اتش وكار. انا اسف ان انا فاجئت سيادتك، بس صدقني انا مش هلاقي حد احسن منك علشان انا اسمك. يا مستر باسيوني انا مش عايز ارد عليك النهارده، النهارده الكلام بفلوس انت فاهم. هاتشي ايه ده؟ انت بتعطس وانت بتقلب الاكل؟ عندك خص النهارده ايه؟ عندك خص؟ عندك خص عشان السلطه عايزين سلطه كتير قوي. هو حضرتك عطست من شويه؟ ده شويه برد كده بسيطه. لا الف سلام عليك، ده انت بقى تاخد اجازه اسبوعين بقى تريح خالص مع دفعات الاجر، ما تخافش. ربنا يخليك لينا وسيم بيه. امسك ده كرسي كامل. ربنا يخليك. كرسي كامل هيكفي، خد البصل ده كمان. بس. وانت ماشي خد معاك كرتونتين برتقال، اعصر بقى وكده. بعد اذنك. انا مش قادر بس يوني، مش قادر مش قادر. استنى! يرحمكم الله. يرحمكم الله بعد اذنكم. اتفضل صبر. شفاكم شفاكم الله. اهو بس يونس حمير. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ تخبط في ايه ده؟ ما انا قلت لك لازم نخبط، بعدين نستنى 20 ثانية بعدين نخبط تاني. ده الكلام ده عندها في الاوتيل، انما في الظروف اللي زي ديت نكسر الباب، ده بيت راجل كبير، يعني ممكن يكون فيص في اي وقت، ده انا شامم ريحة يا جدع. بس يوني! شويكار؟ اهدى يا وسيم بيه، اهدى يا مستر وسيم. اهلا اهلا ابو نسب. ابو نسب ايه بقى؟ قول لي يا ابو عرنين بتعمل ايه هنا يا شوشو؟ وده سؤال برضك يا مستر وسيم. صباحية مباركة يا ست العرايس. اخرس! انت بتضربني عشان خاطر دي؟ دي تبقى حماتي يهبل. انا بوسبوس اتصل بيا وقال لي ان مامته تعبانه قوي ومحتاجه شوربه، فانا جيت اعمل شوربه. جابك للبيت بالشوربه؟ أرخص حاجة في التاريخ! أرخص حاجة يا بني آدم أنت، دي شوربة أنارب شامورت. أنارب؟ يا قديم يا ملط، طب خليك كرياتيف. طبعًا جيتي لا في أم ولا حاجة، وريني أمك بقى بسيوني. فين أمك يا سيباسيوني؟ تعالي! تعالي! أنا تعبانة أوي يا ابني. إيه ده؟ أنت جايبني ومامتك هنا فعلًا؟ وبابي كمان. أمال أنت كنت فاكراني إيه؟ مش شباب دولم؟ أنا مش كده. بس انا كده. يخرب بيت كده. سلامتك يا طنط. ممكن ده معلش يا حاج ياسين كمل. مامي يا ريت تكملي الشوربه، ارجوك كملي الشوربه. حاضر. هو الاكرم سايب النور مفتوح ليه؟ يا سيدي حاضر حاضر. في ايه؟ مساء الخير يا استاذ وسيم. مساء الخير يا مستر باسيوني. الزباين حصل لهم حاجة في الأوتيل؟ لا أبداً، الزباين نايمين في وضعهم دلوقتي وخير إن شاء الله. أنا قلت أجيب بابا وماما ونيجي نشرب معاكوا الشاي. والله إحنا من الساعة 5 العصر طالعين على السلم، أصلهم بطأ شوية. بابا وماما؟ أنت عايز إيه يا بسيوني؟ خير طبعاً. الله، جايين نشرب معاكوا الشاي. شاي إيه؟ موضوع شويكار. شويكار؟ أنت اتجننت ولا إيه يا بسيوني؟ تفكرني أجوزك بجد؟ انا قلت لك كده بس عشان كان اليوم المثالي. بقول لك انت ملط ملط، انت عارف انا لولا ان انت في بيتي كنت طردتك فورا، فاهم؟ ولا اطلع بره اطلع بره. طب اذا كان كده بقى شوف لنا اي حد نلعب معاه. يا اسراء يا اسراء. خلاص خلاص. اتفضل الورد. الف مبروك يا عريس. طيب انده بابا وماما بقى. يا بابا يا ماما، هو دور واحد، يلا انا مستني. منورين ولا ايه؟ منورين طبعا جدا. يا بوجودك يا اسراء، ولا تحب نقول لك يا مس اسراء؟ ايه يا استاذ بسيوني انت كويس؟ ايوه بس افتكرت حاجه لطيفه كده. طب يا جماعه انا ملاحظ ان ده اجتماع شغل بينكم، يعني انتوا محتاجين انا في حاجه؟ محدش محتاجك، انا مش فاهمه انت بتعمل ايه هنا اصلا. انا جاي عشان اللحاف، احنا ما عندناش غير لحاف واحد بنتغطى بيه احنا الاثنين، هي خدته وهي جايه، انا هاخده واطلع يا شباب. اترزق هنا اقعد، انا بردان. محتاجينك يا مازو. ايه ده؟ اتفضل يا استاذ بسيوني اتفضل. هو في الواقع معلش عشان انا مرتبك شويه، ما تتكلم انت بقى يا بابا. يسعدني ويشرفني. هنا يا بابا هنا كلم. يسعدني ويشرفني طلب ايد عروستنا الجميله شوكار لابننا الصغير بسيوني. ايه ايه
ايه العبس اللي انا بسمعه ده؟ خد يا عم انت بابا وماما واتكل من هنا. ليه؟ في ايه يا مازو؟ مالك في ايه؟ راجل كبير هنتكلم معاه بالاسلوب ده معقوله؟ وبعدين يطلع بره منين يا معلم؟ ده بيتي انا، ما تهدى كده. انت مش سامع اللي بيقوله يا وسيم؟ سامع ومتفاجئ سامع بالظبط على فكره. بس يعني يا جماعه يعني صلوا على النبي كده، على فكره الراجل ما قالش اي حاجه غلط. ما قالش اي حاجه غلط. لا لا بص، لو سبتها عليكم يا مازو. ايه اللي انت بتقوله ده يا وسيم؟ احنا مش موافقين طبعا يا استاذ بسيوني، نورتونا. ليه حرام عليكم؟ ليه تهدوا حلم كده؟ ثواني يا بسيوني، ثواني. انت يعني ايه يا جماعه مش موافقين؟ مش فاهم يعني. مالكم يا بنات شويكار؟ ايه اللي حصل لكم؟ هتحجروا عليها ولا ايه؟ هتورثوها بالحياه؟ ما تسيبوهم يتبسطوا. يا استاذ بسيوني، انت عارف ماما عندها كام سنه؟ ايه؟ ثواني يا بسيوني بعد اذنك. ايه يا ايسو، في ايه؟ هو الحب بالسن ولا ايه يا جماعه؟ ده بالاحساس بنتلاقى، مفيش حاجه اسمها مواعيد. يعني انت يا اسراء لو عندك 100 سنه، مليون سنه، وانا عندي سنه واحده بس، هفضل احبك برضه واقول حبيبي كمان حبيبي واقولها تاني احلى الاسامي وهكذا. اهدى انت يا ملزق شويه والنبي. استاذ بسيوني، احنا ما عندناش بنات للجواز. شويكار ابن عمها الله يرحمه متكلم عليها. ايه؟ ثواني بقى، سيبني انا طالعه. مظبوط. احسن لك ماشي الجواز. على جثتي. ايه بس؟ انا بسيوني ده ملطه، ما انا عارفه يعني. فاكرني مبسوط، انا زيك بالظبط. بس لمصلحتنا انا وانت ان الجوازه دي تعمل. على رقبتي. مظبوط. بسيوني عارف ان انا وانت بنلعب، هيقول لهم كل حاجه. على البركه. احنا الحقيقه سالنا عليك يا استاذ بسيوني، والناس بتشكر فيك جدا يعني. احنا موافقين. موافقين، متنيلين، اعملوا اي حاجه، بس انجزوا عشان عايز اخش اكمل نوم. ماشي. ايسو حبيبتي، معلش ممكن تقومي تنده لنا العروسه بقى؟ بجد يا ويسو، هتفضل تحبني حتى لو عندي مليون سنة وانت عندك سنة واحدة بس؟ يا ايسو، لو عندك شهر وانا عندي شهر هحبك برضو. والنبي قومي انداي مامتك بقى، احنا في خدنا بنلزقها كده في بعض، مش قادر، عايز انام بقى. حاضر. ايه ده؟ الشربات من يد من عدمها شكشوكة. يوه، دي بتتكسف. تعالى جنبي يا عروسة. حاضر يا طنط. لا طنط ايه بقى؟ قوليلها يا ماما. ولا عرفت تنقي بسيوني؟ عايزك تخلي بالك من بسيوني، ده طايش وبتاع بنات طالع لابوه. ماما بلاش الكلام ده دلوقتي، دي كانت مرحله وعدت من حياتي خلاص. ما تخافيش عليا يا طنط، انا هلعبه كل الالعاب، ولو حصلوا بس لوحده تانيه هبقى على عيني. ماشي طيب، نتكلم في المفيد. امسك يا بسيوني. بص يا بسيوني، لا لا لا، ده لسه جاي. بابا ما يعرفش ان انا بدخن. بابا مش شايفه قدامه اصلا يا بسيوني. بس الادب حلو برضه. استاذ بسيوني، ممكن اعرف بس هتعيشوا فين؟ هتعيشوا اصلا؟ في الحقيقه انا حاجز شقه في 6 اكتوبر في المجاوره 19، وهستلمها 2022. وبعدين بقى ايدي على كتف وسيم بيه بقى في البونص والاتش ار والحاجات دي يعني. اه طبعا مستر بسيوني يا جماعه، على فكره في الشغل عندنا يعتبر اسطوره. امال انت عايش فين بقى دلوقتي يا اونكل كيوت؟ اها، مع بابا وماما. بابا وماما، حلاوتك. طب والمهر؟ ايه؟ مهر ايه؟ ايه يا استاذ وسيم؟ حلها لك يا جماعه. المهر هديه مني انا لشوشو حماتي حبيبتي. طب والشبكه؟ ايه؟ ايه يا استاذ مازو؟ لا الشبكه انا هلبسها، انا هشتريها اللي تؤمر بيه حماتي. ويلا بقى نقرا الفاتحه عشان نطلع ننام بقى. يلا يلا يلا. ايه الصوت ده؟ ايه ده انت يا ابني اللذين عامل نفس الرنه؟ وده مين بقى اللي بيرن عليكم انتوا الاثنين في نفس الوقت؟ لا دي مش رنه، ده المنبه، اصل احنا ظابطين المنبه على ميعاد الماتش. صح. ماتش؟ دلوقتي ده احنا بعد نص الليل، ماتش ايه دلوقتي؟ لا اصل دي الماتشات اللي هي بتاع الدوري ابطال اسيا دي، فبيبقى بعيد قوي، فاحنا بيبقى عندنا احنا الظهر وهم الظهر وكده يعني، قصه كده. طيب قوم اعمل لكم شويه فشار بقى ونفتح التي في ونعمل قعده حلوه قوي. لا لا، ما احنا ما ينفعش نتفرج على الماتش ده مع بنات وكده. ليه؟ ليه ايه؟ انت اللي قلت. قول انا انت اللي قلت. عشان اللي هم بتوع اسيا دول لما بيجيبوا جون بيقلعوا من فوق كده ومش عارف ايه، فبتبقى يعني البنات طبعا ما يقدروش يتفرجوا على حاجه زي كده. منظر غريب. وبعدين مش هتسيب بقى بسيوني وشوكار وهم لسه بقى في يعتبر شهر العسل، لسه مقربين بقى وكده، فالشيطان شاطر وكده. خطر جدا. لا ما احنا هنشرب الشربات ونقوم نروح على طول، عشان بابا وماما يلحقوا يصلوا الفجر، عشان هم بطء شويه. لا انتوا براحتكم، يلا احنا بنتفرج على الماتش عند مصر. شدني بقى معاك. الف مبروك. مبروك يا شوشو حبيبتي، منورين. اتجوزت العمر ان شاء الله. قدامي يا لس، يعني ايه ابقى واقفه على السطوح بنشر الغسيل وبعدين الاقي حرامي؟ هو لسه فيه كده؟ وبعدين
على قدك، دي هدوم البسيوني جوزي. انت لازم تحشري البسيوني في اي حاجه، ده ايه الاحداث ده؟ ايوه حرامي غسيل، حرامي غسيل، مفيش مقاسي، بسرح عشان البس حلو زيكم. حرامي يا باشا، بسرح الهدوم 6 اكس، بس 6 اكس.